السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في خدمات نيوز وقناة دشدشة. النهاردة بالتعاون مع قناة دشدشة هنقدم لكم شرح إزاي نقدم لأولادنا في مدارس بعد الإعدادية. أفضل 10 مدارس بعد الإعدادية يمكنك أنك تقدم لأولادك، سواء بنت أو ولد فيها. لو ما أنتش عايز تدخلهم الثانوية العامة، المدارس دي إن شاء الله بتتيح وظيفة لابنك أو بنتك بعد انتهاء الدراسة. عشان ما أطولش عليكم في المقدمة، هنبدأ في الشرح على طول. بندخل على موقع خدمات نيوز، قدامكم المقالة بالتفصيل فيها كل حاجة وكل البيانات. بنضغط على عنوان المقال مدارس بعد الإعدادية، هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو. بعد كده بنشوف إيه هي المدارس المتاحة. المدارس المتاحة، أول مدرسة طبعا مدارس الثانوية العامة والصنايع والتجارة والزراعة، دي الحاجات أو المدارس المتاحة بصفة عامة. إحنا دلوقتي أهم حاجة عندنا المدارس المتاحة بعد الإعدادية اللي بتؤهلنا لوظيفة. أول حاجة المدرسة الثانوية الفنية للتمريض. طبعا كله بيدور على مدرسة التمريض وخاصة البنات والبنين. المدارس التمريض التنسيق بتاعها لسه ما أعلنش بشكل رسمي، لكن هي بتاخد من أعلى المجاميع في الشهادة الإعدادية، لازم تكون مجموع عالي جدا. هما بياخدوا أعلى المجاميع بعد إجراء الاختبارات اللي بتتم والمقابلة الشخصية. ومعظم المدارس التمريض دلوقتي اللي تبع وزارة الصحة بقت 5 سنين، 5 سنوات، وفي مدارس تمريض تانية تبع لمستشفيات زي التأمين الصحي. الحاجة التانية اللي الناس دايما بتسأل عليها هي التمريض الفني العسكري. التمريض الفني العسكري ليه شروط كتير، وعشان برضو أكون واضح معاكم والناس ما تتعبش زيادة عن اللازم، التمريض الفني العسكري لسه ما أعلنش إن هو هياخد من الإعدادية، هو بياخد من بعد الثانوية، لكن في أوقات بيعلنوا وبياخدوا دفعات من بعد الإعدادية. عناوين مدارس التمريض العسكري زي ما أنتوا شايفينها قدامكم: الثانوية العسكرية للتمريض في كوبري القبة وفي المعادي وفي حوش عيسى وفي المركز الطبي العالمي وفي الإسكندرية وفي سوهاج وفي كوبري القبة بنين وبنات. نخش على المدارس التانية اللي بعدها اللي بتتيح الوظائف للطلبة، ولكن المدرسة دي خاصة بالطلبة الصبيان فقط. المدرسة الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي، دي مدرسة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وموجود فروعها في القاهرة والبحيرة وبني سويف والمنوفية. بتقبل الطلبة من بعد الشهادة الإعدادية بعد ما يخلصوا إعدادية، ويكون مجموعهم فوق 250 درجة، وبيتم عمل اختبارات للطلبة من ضمنها اختبارات ورقية في المعلومات وفي اللياقة البدنية واللياقة الطبية. بيتم اختبار الطالب في مقر المدرسة، بيروح يقدم الورق وهم بيتصلوا بيه بعد كده يحددوا له موعد الاختبار. زي ما قلنا ما يقلش المجموع عن 250 درجة، ولازم يجتاز الاختبارات اللي هتتم في المدرسة. تخصصات مدرسة المية ايه؟ هي تخصص تشغيل وصيانة محطات مية الشرب والصرف الصحي، وضبط وجودة معامل مياه الشرب، تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب، وهي مدرسة جميلة جدا وبتتيح وظائف بعد الثانوية، بعد ما يخلص مدة الدراسة الثانوية فيها. يعني هو بيخلص الإعدادية وبعد كده بيخش المدرسة 3 سنين، ومجرد ما بيخلص بيتوظف. أنا عندي ابن أختي ده قدمت له فيها من 3 سنين وهو خلاص اتوظف السنة اللي احنا فيها ديت. المدرسة الرابعة وهي مدرسة خاصة بالبنات والبنين، هي مدرسة وي المصرية للاتصالات. المدرسة اسمها المدرسة المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المدرسة بتتبع وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع شركة المصرية للاتصالات. المدرسة مقرها في مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية بنات في مدينة نصر. شروط المدرسة موجودة زي ما انتوا شايفين قدامكم، هتلاقوها في الرابط أسفل الموقع، أسفل الفيديو آسف. من شروط القبول بالمدرسة إن الطالب يكون من سكان القاهرة والجيزة والقليوبية اللي هي محافظات القاهرة الكبرى. ولكن في حاجة أنا كلمت مسؤول المدرسة عنها، وهي إن أنت ممكن تقدم لو أنت من أي محافظة تانية، بشرط إنك تتعهد إن توفر سكن لابنك أو بنتك في المكان ده. مجرد الطالب ما بيخلص
الدراسة في المدرسة دي بيكون ليه الحقية في إن هو يشتغل في شركات الاتصالات زي شركة وي أو أي شركة تانية ممكن تشغله فيها، بيكون فني اتصالات شبكات وحاجات تانية وتخصصات تانية كتير. ممكن عشان تقدم لابنك أو بنتك في المدرسة بتخش من على الإنترنت، هما بيحطوا الرابط الموجود حاليا بتاع السنة اللي فاتت، أول ما توفر الرابط الجديد هحطه لكم في أسفل الفيديو هنا. بتدخل من على الرابط، بتسجل بياناتك، وبعد كده لما بيحددوا لك موعد المقابلة الشخصية بتروح في المقابلة الشخصية وتتم المقابلة الشخصية واختبارات وكل شيء، ولما بتتقبل بتروح في المدرسة وإن شاء الله موفقين. وزي ما قلت لكم هي مدرسة للبنين والبنات. المدرسة الخامسة النهاردة هي مدرسة توشيبا العربي الثانوية الفنية. مدرسة توشيبا انتوا طبعا كلكم عارفين شركة توشيبا اللي هي شغالة في مجال الإلكترونيات، سواء كان في مجال التلفزيونات، صناعة التلفزيونات أو تلاجات أو تكييفات أو غيره. المدرسة دي بتوفر للطالب اللي تقدم فيها بعد الشهادة الإعدادية بتوفر له وظيفة بعد ما يخلص، وهي مدرسة ممتازة جدا وبتقبل البنين والبنات زي ما قلنا برضه. ولكن انت لازم تكون قريب من المكان بتاع المدرسة دي أو توفر سكن لابنك أو بنتك في المكان ده عشان تقدر تروح بسهولة. المدرسة رقم 6 النهاردة هي مدارس البترول بعد الإعدادية. مدارس البترول بعد الإعدادية هي نظام 3 سنوات، ولكن احنا لحد دلوقتي ما تأكدناش انها بتاخد بنات، هي اللي بتاخدهم بيكونوا صبيان. ودي الشروط موجودة قدامكم عشان ما اطولش عليكم، والأوراق المطلوبة دايما ادخل على الرابط أسفل الفيديو هتلاقي الشروط كلها وأماكن وعناوين المدارس. مدارس البترول في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطروح وبورسعيد. المدرسة رقم 7 معانا النهاردة هي مدرسة الضبعة النووية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة في محافظة مطروح. طبعا عارفين ان احنا في مصر دلوقتي بتبني المحطة النووية اللي هتولد الطاقة الكهربائية. كده هم اطلقوا المدرسة دي وبدأت شغلها من اكتر من سنة عشان توفر طلبة، وهي بتاخد طلبة صبيان فقط بنين، والمجموع لازم يكون فوق 250 درجة عشان ان شاء الله الطلبة دول لما يخلصوا هيتم تعيينهم في نفس المكان في المحطة النووية المصرية. مدرسة رقم 8 وهي مدرسة غبور للتنمية. طبعا كلنا عارفين شركة غبور اللي هي بتاعة السيارات، المدرسة دي متخصصة في السيارات، والمدارس دي كلها بتكون بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والشركات أو المصانع دي. لازم يكون مجموع الطالب ما يقلش عن 180 درجة، وبتاخد من طلاب الشهادة الأزهرية، الإعدادية الأزهرية برضو بينفع تقدم فيها، والأوراق والمستندات المطلوبة موجودة في المقال قدامكم هتلاقوها أسفل الفيديو. المدرسة رقم 9 هي مدرسة الطاقة الشمسية، ودي من المدارس المتميزة جدا. نظام ال3 سنوات بتقبل الطلبة بعد الإعدادية. شروط القبول في المدرسة ما يقلش المجموع عن 260 درجة، وبتملأ استمارة الرغبات في اللي هي التعليم الصناعي، ويكون في مقدمتها فصول الطاقة الشمسية. وبعد كده بتقدم الورق زي ما هو موجود قدامك دلوقتي، الأوراق المطلوبة وأماكن تقديم الورق. المدرسة رقم 10 والأخيرة واللي تعد من المدارس الجديدة والكويسة جدا هي مدرسة الحلي والمجوهرات اللي هي معروفة باسم ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية الحلي والمجوهرات. مدرسة ممتازة جدا. المدرسة شروط تقدم الطلبة للمدرسة ان يكون حاصل على الشهادة الإعدادية وما يزيدش عمره عن 18 سنة، وباقي الشروط موجودة دلوقتي قدامكم أسفل الموقع. وبكده نكون قدمنا لكم شرح لأهم 10 مدارس في مصر متاحة لسنة 2021 لطلاب الشهادة الإعدادية بديل للثانوية العامة. أتمنى أن أكون وفقت في الشرح وعرفت أوصل المعلومة بسهولة. وما تنسوش في نهاية الفيديو تعملوا لنا لايك وشير، وابعتوا الفيديو لكل أصحابكم، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. شكرا لكم.